مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فقه الحياة. شهر شعبان هو شهر الإعداد النفسي والبدني لشهر رمضان المبارك. هو تمرين للأمة الإسلامية على الصيام والقيام وصالح الأعمال حتى يذوقوا لذة القرب من الله تعالى. فإذا أقبل عليهم شهر رمضان أقبلوا عليه بهمة عالية ونفس مشتاقة، وانكبوا على الطاعة وانعكفوا على العبادة. ينبغي لكل مؤمن لبيب ألا يغفل في هذا الشهر، بل أن يتأهب فيه لاستقبال شهر رمضان بالتطهر من الذنوب والتوبة عما فات. للحديث حول هذا الموضوع تدور هذه الحلقة من فقه الحياة، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عطية محمد عطية من علماء وزارة الأوقاف. برحب بحضرتك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. مشاهدينا متواصلون معكم في هذه الحلقة من فقه الحياة بعد الفاصل. مشاهدينا لكم التحية من جديد، ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الشيخ الدكتور عطية محمد عطية من علماء وزارة الأوقاف. أجدد لحضرتك التحية دكتور. حياكم الله أستاذ. فضيلة الدكتور، بداية حدثنا عن فضائل شهر شعبان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا جعل الله تعالى لكل وقت وظائف معينة يتقرب بها العبد إلى ربه، منها ما يتكرر يوميا كالصلوات الخمس، ومنها ما يتكرر أسبوعيا كالاثنين والخميس والجمعة، ومنها ما يتكرر شهريا كصيام الأيام البيض من كل شهر، ومنها ما يكون كل عام زي الأشهر الحرم رمضان شعبان. والله تعالى جعل هذه الأوقات وبارك فيها العبادة من مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. وحينما ننظر نجد أن الله تعالى حثنا على اغتنام الأوقات كلها، جميع الأوقات لابد للمسلم أن يستثمرها، فما بالكم بالأوقات التي لها مكانة عند الله سبحانه، هي جديرة بالعمل وجديرة بالسعي وجديرة بأن نغتنمها. هذه الأوقات التي نحن فيها شهر شعبان من الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى توطئة لما بعده وبداية تدل على ما سيأتي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أصحابه الحماس والإرادة والعزيمة من خلال كلامه في ألا يخرجوا من هذا الشهر إلا وقد استغلت كل لحظة من لحظاته. لماذا؟ لأنه أخبرهم بأنه شهر ترفع فيه الأعمال، فهو شهر كما يسمى شهر الختام أو الختام العام، مش ختام العام الهجري وختام العام الميلادي، إنما ختام الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. والأصل عندنا أن الأعمال بالخواتيم، لذلك كان من دعاء الأثر: اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا. آمين يا رب. فالخاتمة ليست العبرة في نقص البدايات، ممكن أبدأ بداية يعني بسيطة، لكن العبرة في تمام النهايات، أنت انتهيت إزاي. فإحنا هذا الشهر بيقول لنا يا جماعة
رمضان اللي فات هيرفع أعماله في هذا الشهر. صيام رمضان اللي فات هيترفع إمتى؟ في هذا في الشهر. شعبان التالي. الصلوات من رمضان، قراءة القرآن، الدعاء، الذكر، الأعمال الصالحات، كل هذا يرفع في هذا الشهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العبادة. فضل شعبان كان يستشعره النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عمله وصيامه وعبادته ما ألفت الصحابة. يعني الأعمال فضيلة الدكتور ترفع مرة سنويا فقط؟ نعم، هناك رفع على 3 درجات. نعم، رفع يومي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. عندنا ملائكة بيبقى ما بين العصر إلى الفجر، ملائكة معنا هنا يصعدون، يظلون من العصر إلى الفجر، فيصعدون بالأعمال ويتعاقبهم ملائكة تنزل من الفجر إلى العصر. نعم. هذه رفع أعمال من الملائكة، ده اسمه رفع إيه؟ يومي. رفع اليوم ده بيختلف عن الرفع السنوي. رفع اليوم ده بتبقى الحسنة مثلا بمثلها، أنا لما ببقى مثلا أتصدق على طالب علم، أو أنا أحفظ ولد سورة الفاتحة، أحفظه سورة الفاتحة فتكتب حسنة، لكن هذا الولد يظل في العام يحفظ غيره، هو عمله في ميزان حسناتي، فيكتب في نهاية العام أجر هذا الولد الذي حفظته في ميزاني أنا. فهذا فرق ما بين الختام أو الحساب الختامي زي ما احنا بنقول مثلا، يعني في أي إدارة أو مؤسسة أو وزارة بيبقى فيه حساب ختامي وبيبقى فيه بقايا زي بيسموها إيه، الحاجات اللي هي بتبقى بترد للموظفين، بترد نعم. عليه اللي هي المنح أو الأعطيات أو غيرها، بترد على الموظفين. ففي رفع يومي اللي هو بيبقى العصر والفجر، وفي رفع أسبوعي اللي هو يوم الاثنين والخميس، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم. لماذا تصوم في هذا؟ قال: لأنه يوم ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأنا صائم. المسألة بقى يا أستاذة إن أنا ده شهر بترفع فيه الأعمال، يعني إيه بترفع فيه الأعمال؟ يعني بتظهر نتيجتك، النتيجة. فأنت كطالب، طالب وقت أو ما قبل ظهور النتيجة ما حاله؟ بيبقى عامل إزاي؟ طالب الثانوية اللي هو بينتظر، اجتهد وأدرك وذاكر واستيقظ وترك كل محبوب له وأكره على هذا حتى ينتظر النتيجة، قبل النتيجة بيبقى عامل حاله عامل إزاي؟ بيلهث بالدعاء. هكذا ينبغي أن نكون. نعم. أنت هل صلاتك نجحت ولا رصبت؟ هل دعائك نجح ولا رصب؟ ذكرك لله أنت نجح فيه ولا راصب؟ إحنا دي في مرحلة الإيه؟ الترقب. أترقب ظهور النتيجة، ترقب ظهور النتيجة، يبقى أنا أعيش فيه بكليتي، كل حاجة فيا منتظرة. يا ترى أنا عملت إيه في الصلاة؟ يا ترى صلاتي هتقبل ولا لأ؟ يا ترى صيامي، يا ترى ذكري، يا ترى دعائي، يا ترى أعمالي الصالحة، صدقاتي. فإذا يعني كانت هناك دلائل وقرائن على ذلك فنفرح بفضل الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. احنا لا نفرح بباطل، لان في فرح بالحق اللي هو فرح اهل الصلاح، افرحوا بقى بالقبول وافرحوا بالنجاح، هو ده اللي بيخلينا نفرح بفضل ربنا. انما في ناس تانية ها بيفرحوا بايه؟ ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق. نعم. يفرحون بالباطل، لما احنا نفرح نحن بفضل الله وبقبول الله لأعمالنا، نفرح مش بالأعمال. في ناس بتفرح بالأعمال، ربنا يقول لهم: لا، انتوا كده فرحانين فرح باطل. انما احنا بنفرح بفضل الله وبكرم الله وبقبول الله لنا. ولذلك قال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يفرح بعمله
ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل. عنده غرور، عنده كبر، عنده عجب بالعمل، نقول لا هذا ليس فرح بالحق، إنما فرح بالباطل. فنحن بنفرح بفضل الله لنا، نترقب هذا الشهر، وهل نسأل نفسنا الخسارة فيه خسارة فادحة؟ الخسارة في هذا الشهر خسارة فادحة. لذلك ينبغي أن يكون من دلائل قبول الله لك وقرائن دخولك في رحمة الله تعالى أن تكون في عبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله، حتى لفت أنظار الصحابة وراح لأسامة بن زيد، قال يا رسول الله ما لنا نراك تصوم في هذا الشهر أكثر من غيره. يعني لفت، ودي حاجة المفروض نعرفها، عبادة النبي لفتت أنظار الصحابة لدرجة أن هم سألوه، فبدأ يوضح لهم أنا ليه بصوم الشهر ده كتير، ليه بعبد ربنا كتير، ليه بقرأ القرآن كتير، ليه بأدعو الله كثيرا، ليه بتقرب إلى الله بأنواع الصالحات كثيرا. قال لأنه شهر ترفع فيه الأعمال زي ما قلنا، وشهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان. نعم. طب فضيلة الدكتور، سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم؟ نحن نقول أن الأسماء في البداية لا تعلل. نعم. الاسم المفروض حضرتك اسمك الأستاذة غادة، ما أقولش ليه، أو أنا عطية ما نقولش ليه. لكن العلماء اجتهدوا مع أسماء الشهور، اجتهاد كان عظيم جدا، له جهد كبير. نعم. فقالوا أن لكل شهر له مدلول في مسماه، يعني مثلا ده شهر رجب من الترجيب والتعظيم ورفعة الشأن. شعبان، كان هناك في الجاهلية كانوا يتشعبون في هذا الشهر طلبا للماء، للحصول على الماء، لأن هو بيبقى جاي بعد شهر رجب، والمفروض شهر رجب بيبقى فيه عمرة، لأن هو ليه خلوا رجب كشهر فرض من الأشهر الحرم وحطوا ثلاثة متواليات مع بعضهم؟ لأن أحيانا إحنا بنحب نعبد ربنا أو نروح لبيت ربنا في نص السنة أو في غير الثلاث شهور دولت، فعملوا شهر رجب ده شهر محرم، يعني يا جماعة ما نتعاركش ما نضربش ما نقتلش، يبقى في أمان عشان الناس اللي رايحة لبيت الله الحرام واللي راجع منه يبقى في مأمن. فلما كان شهر رجب ده لبيت زيارة لبيت الله، فانتبهوا بعد رجب إلى ما يصلح دنياهم بقى، احنا عايزين ناكل، عايزين نزرع، عايزين نشوف، طب هناكل ونزرع ازاي؟ بالماء. فتشعبوا للحصول إلى الماء. وانت عارفة برضو أن الماء ده كان هو بالنسبة لهم هو عصب الحياة. ليه؟ لأن ما كانش فيه إلا الزراعة. فعلشان كده أكتر من 90% من الحروب التي كانت تقام في الجاهلية كانت من أجل الماء. فقال لك أن الشهر ده كانوا بيتشعبوا ويتفرقوا فيه طلبا للماء، وكذلك طلبا لآلات الحرب، عايزين بقى الآلات والأسلحة عشان يستعدوا للقتال والإغارة على غيرهم وفرض قوتهم، فيبدأ يبحثوا عن الأسلحة في الأماكن ويروحوا يجيبوها. لكننا في الإسلام لما جه الإسلام بقى سمي شعبان لأنه يتشعب فيه أبواب الخير ونوافذ البر، الله. كل خير، لذلك سمي بشعبان الخير. نعم. زي لما بنسمه رجب مضر أو نقول رجب المعظم، نقول إيه؟ شعبان الخير، لأنه كله فيه خير. كان الصحابة يستقبلونه بفعل الخيرات وترك المنكرات والقبول إلى الله تعالى بالدعوات. نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت حضرتك أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان ليس كأي شهر آخر من شهور العام، سوى شهر رمضان طبعا كان بيكمل صيامه. ماذا كان هدي النبي في هذا الشهر غير الصيام؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه في أن هذا الشهر استعداد لشهر رمضان،
فشهر رمضان فيه أعمال نتقرب بها إلى الله خاصة به، زي نعم. الصيام وزي قراءة الإيه؟ القرآن. القرآن، لأنه شهر أنزل فيه القرآن. القرآن، فألا بد أن يكون ما يسبقه من جنس العبادة التي فرضت فيه، حتى يكون هناك توطئة وتهيئة لهذا الجو الرمضاني. فقال يا جماعة تعالوا نشتغلوا على الحاجات اللي هي المفروض تبقى نعملها في رمضان. إيه المفروض اللي نعمله في رمضان؟ في الصيام. فتعالوا نصوموا. ليه؟ صيام النافلة يخليني أنا أبدأ فييسر لي ما بعد ذلك من صيام الفريضة. نعم. زي الصلاة كده، احنا لما بنستقبل الصلاة ربنا بيهيئ لنا للصلاة يا أستاذة، يقول تعالوا انت هتقف قدام مين؟ هتزور الله تبارك وتعالى، هتتناجى مع مين؟ هتتكلم مع مين؟ فمش هينفع تدخل مباشر، لا، ده انت لابد انك تروح الأول تتوضأ طهارة ظاهرية بالأعضاء، ويقول لك أن الإسلام عنده طهارة ظاهرية وطهارة إيه؟ باطنية. قال وثيابك فطهر، دي ظاهرية، والرجز فهجر، دي إيه؟ طلع القلب. بقى كل الأدران وكل الأشياء الخبيثة، والرجز فهجر. فتتوضى الأول عشان تتهيأ فين؟ لعبادة ربنا. قال لك طب صلاة الفريضة؟ قال لا، ما تدخلهاش مباشر، صلي الأول صلاة نافلة عشان تعود نفسك، لو نفسك مشغولة بحاجة تجتهد تروح تيجي، فتبدأ صيام أو صلاة الفريضة تبدأ قوي. يبقى كل الحاجات ديت ويقول لك وانت جاي من بيتك تهيئة، إذا أتيتم في الصلاة فأتوها في سكينة ووقار، ما تجريش وما تهرولش، لأنك انت رايح لابد أن تتهيئ بداية. ده العبادات يا جماعة. إذا كنا إحنا في الدنيا بنتهيأ، دلوقتي بتوع الكورة قبل ما بيلعب الكورة، قبل ما بيلعب الماتش اللي هو الأساسي بتاعه، يقول لك لا تراحوا تدريب شهر في المكان الفلاني، وينزل يحمي الملعب ويشتغل في الملعب قبل ما ينزل فين؟ المباراة. قبل ما ينزل المباراة. فمن أحسن الاستعداد ها سره ذلك في الحصاد. ولذلك قالوا إيه؟ قالوا كلما كان العرق في التدريب كلما كانت نسبة الخسائر في المعركة إيه؟ أقل. كل ما أنا إيه أقول لك لما تتدرب صح هت إيه؟ إذن إنك هت إيه؟ هتفوز صح. لذلك لابد إحنا نستعد. سيدنا النبي بيقول لنا يا جماعة استعدوا للصيام قبل الصيام في رمضان، استعدوا للقرآن قبل رمضان، ولذلك سموه شهر الإيه؟ القراء. نعم. سموا شعبان شهر الايه؟ القراء. ليه شهر القراء؟ طب هو ما فيهوش اي ميزه او اي فضل نسب اليه عن غيره مثلا؟ نعم. ما قالوش مثلا قراءه القران ايه هنا هتبقى لها اجر افضل من غيره يعني. قال لك لا، ده في معنى كبير، ان قراءه القران احيانا الانسان بيمل منها، يقولوا فتره ملل او فتور، واحنا ديننا ما يقولش الكلام ده، فقال لازم انك تستمتع الاول. نستمتع عشان اخش بالاستمتاع لازم انا قلب ده يبقى يخرج منه الادران. ليه؟ احنا عندنا قاعده اصوليه بيقول لك التخليه قبل الايه؟ التحليه. التحليه. انا لما ببقى لابس مثلا ثياب قبل ما انا اكويه بروح اعمل فيه الاول ايه؟ قبل الكي اللي هو التطهير، اغسله الاول. ينفع ان انا اكوي وهو متسخ؟ لا. ما ينفعش. الاول اطهره، الاول اطلع منه الادران. فاحنا شهر شعبان وشهر رجب يا جماعه بنطلع الكلام الوحش عشان ايه؟ اجي اتحلى بالفضائل، اتخلى من الرذائل لاتحلى بالفضائل. فعلشان كده بنقوله نبدا في شعبان ونبدا في رجب نقرا قران. ولذلك قالوا ان شهر رجب شهر البذر، شهر ان انا ايه؟ الزرع. نعم. ان انا ألقي ازرع البذر. القي البذر. وشهر شعبان شهر الايه؟ السقي. وشهر رمضان جني الثمار.
ولن تجني الثمرة إلا إذا زرعت البذرة في رجب وتعاهدتها بالسقي في شعبان، فبذلك إيه؟ تجني الثمار تجني في رمضان. الثمار. ولذلك قالوا فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. نعم. اللي ما يزرعش صح وما يتتبعش الزرع صح مش هيلاقي ثمرة. فرمضان ثمرة لابد أن تزرع في رجب، ولابد أن يهتم بها وتسقى في شعبان حتى نجني ذلك، حتى نجني ذلك في رمضان. طب فضيلة الدكتور، يعني الحديث عن رفع الأعمال في شهر شعبان، الحكمة الإلهية باختصاص شهر شعبان برفع الأعمال فيه دونا عن الاثنى عشر شهر الأخرى؟ الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. نعم. هذا اختيار الله تعالى، والله له أن يختار في أي وقت شاء وفي أي زمان شاء وفي أي مكان، فهذا خلقه، ألا له الخلق والأمر. ما دام أنه يخلق فهو الذي يأمر. هذا حكمة قد تغيب عنا أو لا نبحث عنها، لكن الأصل فيها أننا نعمل في هذا الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه شهر ترفع فيه الأعمال، وأخبرنا بسبب تاني. نعم. اللي هو بقى المهم، شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. ليه بقى؟ يعني ايه يغفل بيه؟ وليه يغفل؟ وايه المغزى؟ وما سبب الغفلة؟ وما سبب الغفلة؟ نقول ان اصلا شهر رجب في الجاهلية كان زي ما قلنا معظم وله شأن ووضع، ورمضان عندنا له شأن ووضع، فهو شهر الله الذي انزل فيه القرآن، فبينهما شهر ملهوش او الناس ممكن ما تاخدش بالها منه. فيجي النبي يقول لنا يا جماعة انتبهوا أن عبادة الغفلة مطلوبة لذاتها، لأن الله يحب أن يعبد في هذا الوقت. نعم. وقت غفلة الناس ده ربنا يحب يتعبد أو يخصص بالعبادة. فلما كانت عبادة منفردة مخصوصة من ناس مخصوصة، الله تعالى ميزهم بأنه ينزل إليه. الله. الله، ربنا بينزل في جوف الليل الآخر. ليه ربنا اختار الوقت ده؟ لا يا أستاذة، ليه ما اختارش في وسط النهار؟ ليه ما اختارش المغرب؟ ليه في جوف في سدس الليل الأخير يتنزل الله منزلا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، ينزل إلى الناس ويقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من طالب شيء، هل من كذا، هل من كذا؟ ليه؟ لأنه يميز هؤلاء، دول عباده بقى الذين اختصهم الله. بقى الكل نايم وهم علشان ربنا صحيح. هو ده يقول لك، لأن وقت الغفلة ده وقت أبعد عن الرياء في إخلاص. لأن الناس ممكن أنا أصلي المغرب عشان الناس تشوفني وأنا داخل المسجد، تقول بيوصل، ممكن أصلي العشاء عشان أنا فاضي، ممكن الظهر عشان أقابل فلان، إنما أنا أقوم بالليل وأروح في هذا الجو وفي هذه البرودة وأنا نائم، وأصحى من النوم أرفع البطانية أروح أغسل بالماء البارد وعشان أصلي. الكلام ده كله مش علشان الناس، أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص. ولذلك رتب الله عليه من الفوائد والأجر ما لا يكون لغيره، حتى أخبرنا أن العبادة في هذه الأوقات كأنك تهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج، الهرج اللي هو الايه؟ الفتن، وقت الفتن، وقت انشغال الناس، بعد الناس عن العبادة. العبادة في الهرج كهجرة إلي أو معي، كأنك تهاجر مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي قال لنا أن العبادة
في الوقت ده لها أجر عظيم، لدرجة إن هو قال إن في ناس بتعبد ربنا في أوقات يعني بيغفل فيها الناس عن شؤون دنياهم، أو في شؤون دنياهم زي السوق، الأسواق، ناس بتبقى رايحة عشان تبيع وتشتري، عايزة فلوس، عايزة تاخد بضاعة كويسة، كل شغلها أنا هشتري إزاي وهشتري إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق، شفت بقى اللي الناس بتبقى عايزة في حاجاتها بقى الدنيوية، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللي يقول الكلام ده في السوق اللي هي فيه الأيمان الباطلة، اللي فيه حنث اليمين، اللي فيه التدليس، اللي فيه الغش، اللي فيه الكذب، اللي يقول الكلام ده يبقى مستحضر بقى جلال ربنا في الوقت الغفلة ده. ربنا: إلا كتب الله له ألف ألف حسنة، مليون حسنة، ومحى عنه ألف ألف خطيئة، ورفع له ألف ألف درجة. الكلام ده كله ليه يا أستاذة؟ ليه؟ ذكر في وقت الغفلة، في وقت الغفلة. هو ده بقى شعبان اللي بنقول ينطبق فيه هذا الكلام، وقت الغفلة. انت تعرفي ان في وقت الغفلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يا جماعة ان الواحد لما يجي يعبد ربنا مثلا في وقت الغفلة اللي هو وقت الفجر اللي الناس نايمة فيه، رتب على سنة الفجر، ها؟ فقال: ركعتي الفجر، اللي هي السنة، العلماء جمهور العلماء ان الحديث ده مخصوص بالايه؟ بسنة الفجر. بسنة الفجر، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيه، فما بالك بالفريضة. اذا كان ده اجر السنة، يبقى اجر الفريضة قد ايه؟ هذه العبادة تكون في وقت الغفلة، لذلك عظم الاجر في أوقات الغفلة. فانتبهوا كما علم النبي أصحابه، ننتبه أيضا من هذا الشهر. طب فضيلة الدكتور، تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام حدث في شهر شعبان، أو في تحديدا منتصف شهر شعبان، هل هذا يجعل هناك خصوصية لهذا اليوم والدعاء في هذا اليوم؟ طبعا، هو أصلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هو فضل في مكة في بيت الحرام، وهو أمر أن يتوجه إلى بيت المقدس، فحبه للبيت كان يجعل، طبعا احنا عارفين أن البيت الحرام هو المكان الوحيد اللي أنا أقدر أصلي في جميع الاتجاهات، في الشرق، في المغرب، في الشمال، في الجنوب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجه وهو في البيت الحرام، وفي مكة في البيت الحرام، يخلي قدامه الكعبة وورا الكعبة الايه؟ بيت المقدس، يبقى جمع بين القبلتين. نعم، وهو ده اللي بيعمله أئمة الحرم الآن، المكان اللي هو ما بين الركن اليماني والحجر الأسود اللي بيقعدوا فيه، اللي بيصلوا فيه النهاردة. نعم، فالنبي لما كان في مكة عمل الكلام ده، لما راح المدينة الوضع اختلف. فاشتاق ان هو يصلي تجاه الكعبة، لكنه بأدبه كيف يقترح على ربي، يقول أنا أعدل على ربنا وأقول له ليه هذا سوء أدب، لكنه كان يوجه ناظريه إلى السماء. هي دي العبادة بقى، نقول لكل مهموم وكل مكروب وكل صاحب ألم احتمي بالسماء كما احتمى بها النبي عليه الصلاة والسلام: قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله بلا طلب، فكيف لو طلب؟ عليه الصلاة والسلام. فربنا بمجرد أن النبي وجه ناظري بص بعينيه، ربنا حقق له الأمان وقال له إيه؟ فلنولينك قبلة إيه يا أستاذ؟ أرضاها. ما قالش أرضاها. نعم. ما قالش إيه؟ أرضاها أنا. أنا ترضاها أنت. وكأن الله يريد أن يرضي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إحنا كلنا نبغي رضا الله. سيدنا موسى قال لربنا إيه؟ وعجلت إليك ربي ليه؟ لترضى. لترضى يا رب. سيدنا سليمان
ايه؟ قال ايه؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ايه؟ ترضى. ويجي ربنا يقول لسيدنا النبي ترضاها يا محمد. وهو دي كما ذكرت السيدة عائشة تقول: وكأن الله يسارع إلى هواك يا رسول الله، عليه الصلاة والسلام. كأن ربنا بيسارع إلى أن يحقق ما يعني ترجوه وتتمنى. ما أرى لا ربك إلا وهو يسارع ليه؟ لما ترغب، لما تهوى. هذا هو الأدب. فإحنا إذا كنا عايزين نتأدب نتأدب زي سيدنا النبي. واحد من الصالحين مرة قال لأصحابه، حاب يدوم درس في العقيدة فبالشياكة زي ما احنا بنقول، هو يخليهم هم اللي يجاوبوا على نفسهم. فقال: إذا جاءتك سهام من كل مكان، وأنت واقف في مكان وتأتيك السهام من كل مكان، ففي أي مكان تجلس حتى تأمن السهام؟ مكان الآمن اللي ما يجيلكش فيه سهم، تعمل إيه؟ تروح فين؟ فواحد من تلامذته قال: آخذ الدرع. أمسك الدرع. وقال: إذا أخذته من الأمام قد يأتيك من الإيه؟ من الخلف. من الخلف. قال آخر: أحتمي في حائط، أخلي قدامي حيطة. قال: فقد يأتيك من إيه؟ من الخلف من أو فوقك. من فوق. فكان فيه ولد نبيه، فراح قال له: يا إمام أحتمي بالرامي، أروح للي بيرمي ده وترمي في حضنه، أروح في اللي بيرمي ده وقف جنبه فمش هيقدر ايه يصيبني، انا احتمي بالرامي. فكذلك سهام الاقدار، اذا اردت ان تنجو من سهام الاقدار فاحتمي بالله، لان الله هو الذي يرمي سهام الاقدار. سبحان الله. المعنى كبير، بناخده من حدث تحويل القبلة، ان النبي لما بص للسماء كلنا نبص للسماء، طلباتنا كلها تجاب لو أن هناك إخلاص وآداب للدعاء. طب فضيلة الدكتور، شرعت زكاة الفطر في شهر شعبان وفرضت الزكاة في شهر شعبان أيضا، هل هذا له دلالة ما بأنه يجب إخراج الزكاة السنوية على المسلم في شهر شعبان؟ كان من دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم يعني يخرجوا زكاة أموالهم في شهر شعبان، لكن لمغزى. قال: لأن المسلم دائما لا يعيش لذاته، المسلم يحيا لأمته، هموم الأمة اللي حواليه ده هو بيبص لها. الإنسان الذاتي الأناني ده مش مسلم. لذلك بيقول لك: والله لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لإيه؟ لنفسه. لنفسه. فالمسألة مسألة إن إحنا المفروض يد واحدة، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. فكانوا عايزين يريحوا الجماعة اللي هم الفقراء فيهم، ويخلوهم في مأمن في رمضان حتى يتفرغوا للعبادة ولعدم العمل، يعني يبقى رمضان بالنسبة لهم شهر عبادة، فيريحهم فيدوهم زكاتهم في شعبان عشان يطمنوا على نفسهم، فيبدأوا في رمضان في العبادة والذكر، ويبقوا ضامنين إن هم معاهم الأموال التي تكفيهم في هذا الشهر وتكفيهم في هذا الموسم، فيعبدوا الله حق العبادة. عشان كده كانت المغزى من السلف الصالح إن هم يطلعوا زكاة أموالهم للفقراء حتى يأخذوا بيد إخوانهم إلى رمضان، وهم جميعا يستعدون لشهر العبادة، لأنه شهر رمضان ده بيسميه العلماء إن هو شهر الله. إحنا عندنا 12 شهر فيهم 11 شهر للناس، 11 شهر للعمل، 11 شهر للسعي في الدنيا، لكن منهم شهر بتاع ربنا. بقدر الإمكان تفرغ فيه لربنا، بقدر الإمكان ما تختلطش بيه مع الناس، ابعد عن الأجواء اللي تبعدك عن ربنا. وأغلب ما يكون الإنسان، يعني الرسول عمل لنا العشر الأولين والعشر، وجي في التانيين بقى اللي هو العشر الأخرى، يعتكف نعم بتوع ربنا بس.
كان لا يشيع جنازة، وكان لا يعود المرضى، وهو الذي يأمرنا بهذا. مشاركة الاجتماعات يا سيدنا النبي اللي عملها، بس قال لا، العشر أيام دولت بتوع ربنا فقط. نعم، فنستعد لهذا من خلال شعبان، وكانوا بيدوهم زكاة أموالهم حتى يستعدوا لرمضان. طب حكم صيام آخر يومين أو يوم الشك في شهر شعبان فضيلة الدكتور قبل شهر رمضان؟ طبعا هو احنا عندنا، احنا بنصوم رمضان، بنصوم رمضان بواحد من أمرين. إما إن احنا نرى الهلال في غروب يوم 29، رؤية الهلال لما تكون جلية واضحة نشوفه فنبدأ نصوم. طب لو لم نرى الهلال غبي علينا، ها، يبقى نتم شعبان 30 ايه يوما. فيوم الشك ده اللي هو بيبقى يوم 30، شكين، هو المتمم لشعبان ولا هو بداية رمضان؟ فيجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جمهور العلماء على أنه محرم، بعض العلماء قالوا أنه مكروه، لكن جمهور العلماء أنه إيه، لأن العصيان ده منزلة كبيرة، محدش هيعصي سيدنا النبي إلا ما يكون عصيانه في حرمة مش كراهية اللي هي إيه خلاف الأولى، إنما هيكون في إيه حرمة كبيرة. فاستنتجوا من هذا الحديث أن صيامه إيه، أن صيامه حرام. طب ليه حرام؟ ليه النبي نهانا عنه؟ قال لك لأن العبادات المفترض فيها الفرائض إن هي تبنى على اليقين، مش إن أنا أعمل احتياطي. يعني يقول مثلا أنا بصلي 4 ركعات في الظهر، أخليهم 5 احتياطي، ما عندناش احتياطي، احنا عندنا العبادات تبنى على اليقين. فما ينفعش إلا لما يكون عندنا يقين أكيد إن يتقال إن ده أول رمضان أصومه. طب اللي فيه ما بين بين، لا ما ينفعش يصوم. وكذلك كأن الله يقول لك استراحة يسيرة، ريح نفسك زي الهدنة البسيطة كده ما بين صيام النافلة وصيام الفريضة، عشان إيه تعمل حاجز ما بين ده وما بين ده. نعم. طب فضيلة الدكتور، البدع المنتشرة بخصوص شهر شعبان، ما هي هذه البدع وما يعني ما يندرج تحتها؟ احنا بنقول البدع في شهر شعبان وما كانوا بيخصوا في ليلة النصف من شعبان، وهي ده طبعا ليلة فاضلة وليلة عظيمة. ليلة النصف من شعبان ده لها كلام كتير. نعم. لكن هما كانوا يجوا مثلا يعملوا ايه، اللي هي يقول لك احنا هنصلي 100 ركعة، وفي كل ركعة نقرأ سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص مثلا 10 مرات، يبقى 1000 مرة قرأنا ديت لم يرد فيها عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف الصالح. العبادات التي يعني لم ينتهجوا نهجها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام دي كلها بدعية، كانوا يفضلوا يدعوا الله تعالى بأدعية مخصصة لم ترد في كتاب ولا في سنة، فهذه من البدع. نحن لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا إذا وافق ذلك تتبعا لنهج النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن ننتهج نهجه ونقتفي أثره ونتأسى به سبحانه في عبادته. طب الإكثار من الصلاة في هذا اليوم أو في ليلة النصف من شعبان فضيلة الدكتور، يعني هل في ذلك يعني أمر يعتبر من قبيل البدع، أم أن تلاوة معينة بعدد معين كما ذكرت حضرتك هو البدعة؟ طيب إحنا بنقول إن أبواب الخير في هذا اليوم مفتوحة ونوافذ البر على مصراعيها. نعم. بس لما تيجي تشوف يا أستاذة إن المفروض اللي هيكسب في الليلة ديت إن الكل بيحضرها، بس نادر اللي هو بيفوز بيها. ليه؟ ليه؟ لأن لما تكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اطلع الله في ليلة النصف من شعبان على عباده فغفر
لهم جميعا، لكن مستثنى اثنين، إلا مشرك أو مشاحن القلب بقى. القلب بقى هو السبب في قبولك في الليلة ديت ولا ردك. نعم. قلبك نظيف هتعدي. طب قلبك في حقد، في حسد، في كراهية، في رؤية للآخر أو رؤية للنفس، كبر، عجب، ارجع لورا. نعم. اللهم جعلنا دايما صاحب القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. هو ده قلبك، ده هو سبب إنك أنت هتروح يوم القيامة وتنجو يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. وكذلك في الدنيا إحنا بنقول مثلا هي ليلة القدر رفعت ليه؟ إحنا ما نعرفش ليلة القدر ليه. ده سيدنا النبي قال كانت هتنزل نازل بها سيدنا جبريل، فتلاحى واحد رفع صوته على واحد في حضرة سيدنا النبي، اللي يعلي صوته هيبقى فيه مشاحنات، فسيدنا جبريل سيدنا رسول الله يقول لك فرفعت بسبب تلاحي رجلين، والأمة كلها بتتلاحى وتتخاصم وتتشاجر. فالأصل حضور القلب حتى تنجو في هذه الليلة وفي غيرها من العبادات. نعم. اللهم اجعلنا ممن هم أصحاب القلب السليم. اللهم أنا بشكر حضرتك فضيلة الشيخ الدكتور عطية محمد عطية من علماء وزارة الأوقاف على وجود حضرتك معنا. أكرمكم الله أستاذي. مشاهدينا أشكركم أيضا على حسن المتابعة، وحتى لقاء قادم بإذن الله وحلقة جديدة من فقه الحياة، أترككم في رعاية الله.